كان خبز. هذا الخبز دلنا والله يا اخوان قلت الفاس ما خفنا منه. الطخ ما خفنا. ليش متعايشة؟ ليش متعايشة؟ اولادي مستشفى ثلاثة. عين الله يا عم دقيقة. دموع غالية والله. خلتنا بتبكي عشان خبز يا جماعة، خبز لها أكثر من شهرين ما أكلتش خبز. متخيلين لو أنا وصلنا كل العالم اللي قاعد بيتفرج خبز مش قادرين نودي لك شمال خبز؟ والله حرام. خذي يا أخي. لا ما تغنصش يا أخي. خذي. مش عارف والله لسه. تعبنا تعبنا يا ناس ارحمونا. بارك الله فيك. تعبنا وتبهدلنا ارحمونا. عين الله يا أخي. يعني انت بتعيط عشانك شفت الخبز؟ اه والله اشتقت لين خبز. كفاك 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 عشان الله يبارك فيك. الله يفرجها عليك. بعدين سن. شكرا شكرا يا عم. يا الله هذه السيدة بتبكي عشان شافت خبز لأول مرة من أربع شهور. يعني هذا هو الواقع في شمال غزة.